ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض حلقتنا. وأول فقرة معانا عن ستات حلمهم بسيط قوي قوي، حلمهم يفرحوا ولادهم ويفرحوا بيهم لما يشوفوهم في بيوتهم. بس للأسف أحيانا ساعات الظروف بتكون أقوى من أي حد. عشان كده هيكون معانا النهاردة اللواء الدكتور أسامة علي عصمت، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، اللي منورني ومشرفني هنا في الاستوديو. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، وبداية كل التحية والتقدير لحضرتك والقناة النهار على عزيز الاستضافة. اشكرك، وان شاء الله كده يكون برنامج مثمر. ولكن يعني بحب في البداية ان اهني الشعب المصري بقرب قدوم احتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، ونهني السيد رئيس الجمهورية بالثورة العظيمة، وبنقر ان احنا جميعا داعمين خلف القيادة السياسية صفا واحدا في كل ما يعكر صفو الامن القومي المصري. واحنا كقناة النهار بنضم صوتنا طبعا مع صوت حضرتك. اهلا وسهلا ونورتنا وشرفتنا. اهلا بيك. في البداية كده عايز اعرف من حضرتك، مين هم الغارمات؟ والله انت حضرتك يعني تطرقتي موضوع هام جدا في المجتمع، ولكن قبل ما نتكلم عن الغارمات، هو طبعا لفظ او مسمى ملوش يعني ملوش وجود قانوني او ملوش مسمى قانوني معين، او القانون ما بيعالجش هذه الظاهرة. مسمى اجتماعي، هو عبارة عن ظاهرة اجتماعية او مسمى او لفظ اجتماعي. لفظ اجتماعي، لفظ اجتماعي. ولكن الغارمات هم يعني من فقدوا حريتهم بسبب ظروف اجتماعية وظروف اقتصادية معينة. معلش اشرح لي اكتر. هنشرح اكتر. هنقول الساده المشاهدين وهم يعني الساده المشاهدين طبعا لازم يعني هذه الفئه او هذه الظاهره في المجتمع، بنقول ان الاب الشرعي لهذه الظاهره او لهذه الفئه هو الفقر والجهل بالقانون والظروف الاجتماعيه او العادات الاجتماعيه السيئه اللي هي المغالاه في مصاريف الزواج او بعض المصاريف الاخرى. ده انا بحلل هذه الظاهره كده. ولكن الغارمات هي بتبقى مثلا شخص سواء رجل او سيده على فكره، يعني تعرض للمساءله القانونيه بسبب ان هو استدان بمبالغ ماليه كان بيرغب في اداء نوع معين من الواجبات الاجتماعيه، زي مثلا واحد عايز يشتري شوار لبنته وما عندوش مقدره ماليه، ففي وسيله معينه اللي هي القسط، نظام القسط بالظبط، فبيجي قسط او كمبياله او شيك، فبياخد الالات والحاجات الاجهزه اللي هو محتاجها بالقسط، او بتاخد الاجهزه بالقسط. وطبعا في القسط لازم بتمضي على تعاقد. بعض التجار اللي هم سيئي النيه او الغير امنين بيمضوا توقعات غير مطابقه للحقيقه وفيها مغالاة، أو توقعات على بياض. وعادة الشخص اللي بيلجأ لهذه الوسيلة تبقى ثقافته القانونية ضعيفة. يعني العيب بيبقى من التاجر، لو أنا دلوقتي جاية أستلف منه فاستلفت منه مبلغ أشتري منه، أنا أسفة، بيمضي بإيصال أو جملة إيصالات بفلوس أكتر، بفلوس أكتر، وبيمضي ضامن وبيمضي إيصال على بياض. فالإيصال اللي هو بدون أي كتابة بيحوله لرقم لا يتناسب مع الرقم اللي هو شاري بيه. وانا هحكي لحضرتك يعني بعض الوقائع اللي تعرضت لها في خلال مجالي في مجال العمل، لان انا في بعض السنوات يعني اشتغلت في مجال قطاع السجون. يعني انا اشتغلت في حاجات كتير في البحث الجنائي لغايه مدير مباحث، وبعد كده رحت قطاع السجون، فشفت هذه الفئه ما كناش برضو على درايه بيهم قوي. لقيت ان هم عباره عن ناس بسطاء ما لهمش اي سلوك اجرامي يخاف منه، يعني اي سلوك عدواني، او ما لهمش تخصص معين في مجال الجريمه. يعني انا شفت سيده ضمنت زميلتها في العمل، ودي كانت بتشتغل مثلا مديره اداره ماليه وزميلتها في نفس العمل، فالتاجر قال لها لازم ضامن، فضمنت صاحبتها كضمان. السيده دي تعثرت وحصل ظروف لبنتها يعني سيئه واتطلقت وكده، فالاجهزه كلها راحت عليها وما قدرتش ان هي تسدد، وزوجها كان توفى. فالتاجر رفع بالكبيالات على اللي هي شارية الحقيقيه والضامنه وبنتها. يعني انا فوجئت ان الثلاث سيدات عليهم في السجن. في السجن دي انا كنت اول ظاهره، ده ينفع واثرت ان انا اطلعهم. انا هقول لحضرتك وممكن نعمل معاهم اتصال لان حضرتك تحبي. اثرت ان انا اطلعهم ليه؟ لان انا استشعرت بمسؤوليتي المجتمعيه، واستشعرت ان ده فعلا نوع من الظلم. ولما جبنا هذا التاجر
لان احنا طبعا برضو في مجال العمل لازم يبقى في اجراءات قانونيه. طبعا. فانا طبعا تخاطبت مع قطاع السجون وخدت تصريح بهذا الاجراء، وكان في بقى فاعلين خير كتير، ولكن حاليا احنا بنشكر الدوله فعلا ان هي قننت هذا الوضع من صندوق تحيا مصر، ان هو يعني من اول حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. احنا شفنا ان في مبادره من 2014 سجون بلا غارمات ولا غارمين، مبادره كامله. وتم تخصيص حوالي 30 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لسداد اموال الغارمين. قناعه من القياده السياسيه او من المشرفين على هذا الموضوع ان الافراج عن الغارمات او مساعده الغارمات ليس له مردود ولا اقتصادي ولا اجتماعي، يعني احنا قبل ما المحكوم عليه او المحكوم عليها بيتم الافراج عنها من السجن بتكون مسدده المبلغ اللي عليها، يعني مفيش لا ضرر ولا ضرار. ولكن هو مساله استشعار بمسؤوليتنا المجتمعيه، استشعار بان الفئه دي ما ينفعش ان هي تندمج مع ذوي النشاط الاجرامي. معلش عايزه بس هقطع حضرتك، هي بتسدد المبلغ اللي هو المبالغ فيه؟ هو طبعا دي احنا بقى اللي قدرنا ان احنا نعالجها، لان طبعا لما جبت التاجر لقيته انه بيقول رقم معدي ال 100,000، وهو المبلغ الدين كله كان معداش 7,000 جنيه. فطبعا تم التفاهم، والتفاهم برضو بالقانون وباسلوب قانون، وخصصنا محامي خاص كان قايمها في مؤسسه مصر الخير، وكان لسه صندوق تحيا مصر كان ابتدى في مباشره هذه الاعمال، مؤسسه الاورمان برضو كانت بتساعد. جبنا محامي وحصل نوع من التفاوض، وبرضو التاجر في النهايه احنا كمصريين عندنا حياء وعندنا انتماء وعندنا صحيح. مشاعر حميمه ومشاعر صحيح. مجتمعيه كويسه، مجتمع مصر الخير، ولكن بعض التجار اللي هم بيتعرف قدرنا ان احنا نتفاوض ونوصل للرقم الحقيقي. انا السيده دي طلعتها بعد 6 سنين محبوسه ظلم، وكانت هتقضي 13 سنه. 13 سنه و13 كمبياله، كل عشان كمبياله، عشان 13 رقم في، وكانوا 3 سيدات هيقضوا هذا الرقم. وهي حضرتك الحاله اللي انت حضرتك بتحكي لي عنها اللي هي صاحبتها وبنتها وهي، لا حول ولا قوه الا بالله. وحالات كتير انا شفت كتير، ولكن دلوقتي احنا يعني ايه الترسخ في قطاع السجون او في وزاره الداخليه عامه ان لازم ان احنا نشوف حل لهذه الفئه، لان احنا دورنا في السجون مش دور سجون فقط. السجون النهارده بقت تاهيل المسجون ان يبقى شخص طبيعي ويطلع يمارس حياته الطبيعيه عقب الافراج عنه. فالسجون بقى فيها انظمه كتير او تعديل في السلوكيات، من ضمنها مساعده الغارمات. ولكن الـ يعني هذا العمل له مردود شرعي وله اساس شرعي، يعني في سوره التوبه الايه 60، انما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والغارمات والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني دي كلها يعني خطاب ديني للمجتمع عامة، ولكن احنا النهاردة القيادة السياسية رسخت هذا المبدأ وبقى ماشي بدور تحيا مصر. طبعا مصر. والرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنطلب لسيادته التوفيق في جميع مساعيه، في كافة نواحي نظام الحكم، سواء اقتصادية او سياسية او اجتماعية او تنموية أو عسكرية أو مكافحة إرهاب أو مكافحة فساد، مكافحة أمراض متوطنة. ولكن الغارمات النهاردة بقى مخصص لها. عددهم كتير حضرتك ولا؟ هم بيمثلوا حوالي 30,000 محكوم عليه. 30,000. طيب اللي خرج منهم من صندوق تحيا مصر حتى الآن حوالي 6,000 مسجونة. أنا عايز أعرف منك يعني إيه عفو رئاسي؟ هو طبعا نظام السجن عامة يكون بيتحكم عليه، فالمفروض إن هو بيقضي فترة العقوبة. في طبعا في فرق بين العقوبه المسجون واللي هو خاضع اللي لسه ما زالت فيه تحيات. مجرد صدور حكم نهائي بات بيخش بيتم ايداع المسجون في السجن. داخل المؤسسه العقابيه في بقى طبعا السياسه العقابيه بتطبق عليه. في بعض المساجين بنبتدي نصنفه في اعمال داخل السجن، سواء حرف، فرن، ورشه نجاره، ورشه حداده، ورشه احذيه، بنبتدي نستغل قدرات السجين عشان ما نسيبوش عايش في الجو او السلوك الاجرامي اللي هو كان عايش فيه، بنبتدي يعني نعدل من سلوكياته. مسجون غاوي تعليم بنكمله تعليمه، محو اميه، يعني انا كان عندي في السجن مسجون وصل لغايه محضر دكتوراه معايا. يعني فضل في كليه الحقوق لغايه ما خليته حضر دكتوراه. دي فئه اللي هي بتأدي العقوبه. ولكن
تم تعديل نظام السياسه العقابيه في السجون على اساس ان احنا نحفز المسجون على ان هو يبقى انسان كويس. فبنيجي نعمل حاجه اسمها افراج شرطي، يعني افراج تحت شرط، او عفو رئاسي. الاثنين بينظمهم القانون. العفو الرئاسي اللي حضرتك بتتكلمي عنه هو ده حق دستوري لرئيس الجمهوريه فقط. الدستور في الماده 155 اعطى رئيس الجمهوريه حق العفو عن المحكوم عليهم، مش كله، ولكن بشرط عرض هذا القرار، يعني ده بنسميه قرار رئاسي بالعفو عن المسجونين، ولكنه له ضوابط وليست شروط، ضوابط. مش معقول الرئيس هيعفو عن مسجون له نشاط في مجال يضر بالمجتمع، يضر صحيح. بالامن القومي، يضر صحيح. بالامن الداخلي، زي نشاط مخدرات، زي مثلا من يرتكب قضايا الدعاره او الزنا، قضايا الاضرار بالمال العام، قضايا الاضرار بامن الدوله، التخابر، الجاسوسيه، تهريب السلاح، كل دي ضوابط. مش معقول رئيس الجمهوريه هيعفو عن هذه الفئه. فبندي حق رئيس الجمهوريه، حق دستوري، ان هو يحافظ على نوع معين من التوازن المجتمعي، فبيصدر قرار بالعفو، وبيحيل هذا القرار للجنه وزاريه بتشكل في مجلس الوزراء. هذه اللجنه من ضمنها قطاع السجون، بيدرسوا حاله المساجين اللي هم ينطبق عليهم قرار العفو. هو قرار ليس مشروط، قرار نهائي، ممكن عفو عن الحكم كله او تخفيف العقوبه او عفو عن العقوبات التبعيه. فلازم قرار العفو، يبقى قرار العفو مضمونه انه حق دستوري للسيد رئيس الجمهوريه. تسمح لي اخد ماده 155 من الدستور، تسمح لي اخد المكالمه دي؟ اتفضل. مساء الخير. اهلا، مساء الخير. هو طبعا احتراما للمداخله احنا مش هنقول اسامي. هو طبعا ده يعني ده حفاظا على الشعور العام وحفاظا على الترابط المجتمعي والاسري، وده حق طبعا طبعا، واحتراما للخصوصيه يعني ليها كمان. لا مساء الخير. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ تعيش، الله يسلمك. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. عايز اسمع من حضرتك الحكاية. أيوة، من اولها. حضرتك، انا كنت موظفة محترمة وكويسة وليا مركزي في شغلي، وحضرتك ضمنت زميلتي عشان جواز بنتها، وحضرتك بعد ما ضمنتها يعني هي ما قدرتش تسد. ايه اللي حصل؟ اشتكانا صاحب الدين واتحبست معاها بصراحة، يعني ايه اتحبست معاها عشان انا ضمنت. المبلغ كان كام يا فندم؟ المبلغ كان بسيط، بس لما جه يبقى المبلغ كان حوالي 15000 جنيه. المبلغ كان قبل يعني كان بسيط عن 15000 جنيه، وبعدين بقى بسيط. ده انت كمان هتشوفي المبلغ اللي اتسد قد ايه. فحضرتك دلوقتي يعني حضرتك اخدتي كام سنة؟ اخدته كام سنة؟ انا كان محكوم عليا ب 13 سنة، قضيت 6 وخرجت السنة اللي فاتت. عشان ال 15000 جنيه؟ لا ده لسه، ده حضرتك طلب. اولا احنا دخلت عالم تاني، السجن ده عالم غير العالم اللي بره. لا لا، خليني بس واحده واحده مع حضرتك. احنا حضرتك اخدتي 13 سنه. ازاي؟ يعني كمبيالات قد ايه؟ او حضرتك ضمنتي صاحبتك؟ بقول لحضرتك هو ما عملش المبلغ، هو قال انا هطالب ب 150000 جنيه. يعني المبلغ في الاخر كان 150000، من 15 قصدك ل 150000؟ لانه قال لك ادبا لهم وان حاجه بتزيد ومش بتزيد، يعني ما اعرفش حصل ازاي. فدلوقتي احنا اتقابلنا، جات لنا مصلحه اسمها مصلحه السجون. فما كناش نتوقع ان مصلحه السجون دي هتقابلنا بالمأمور، يعني كان عندنا مأمور اللي هو مأمور العميد اسامه. فهو قابلنا بمصلحه السجون ديت وقابلتنا وعرفت مشكلتنا. وحطينا املنا على ربنا، فوجئنا ان جابوا لنا محامي، والمحامي تقابل معانا وعرف اسم التاجر وعرف اللي حصل. ففوجئنا يعني ازاي ان الفلوس اتدفعت وان جالنا افراج انا وزميلتي وبنتها، مجموعه كبيره مش احنا بس. ففوجئت مين اللي دفع؟ عرفتي مين اللي دفع الفلوس؟ ايوه، مصلحه السجون اللي هي اللي قابلتنا، صندوق تحيا مصر، فضل اللواء المأمور السجن واللواء العميد أسامة، وزارة الداخلية دفع الفلوس، وطبعا البركة في الرئيس السيسي، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب والأخ، طبعا ادعي له.
وبعد انا بدعي له، بدعي كمان للواء العميد طبعا بحاجة. ربنا يديله الصحه ويديهم الصحه. بصراحه انا ما كنتش اتوقع ان العميد دوت هيعاملنا بالمعامله دي ويحل لنا المشكله. غير كده ان هو ادانا امل للخروج في ايه؟ انا كنت خارجه العالم قلت ما حدش هيتقبلني نهائي. ما كنت قلت ما حدش حتى هيبص في وشي، لاني خسرت بيتي واولادي واخواتي. لكن بحمد ربنا وبفضل الرئيس السيسي وبفضل اللي هو العميد اسامه بفضله بصراحه عمري ما هنسى، يعني لحد الان لحد ما اموت عمري ما هنسى اللي حصل ده، لاني حسيت ان هو حلم، حلم حياتي من 13 ل 6 سنين مش معقوله. ثاني حاجه لما خرجت لقيت المجتمع تقبلني ازاي؟ انا كنت خايفه، خايفه من نظراتهم وخايفه من كل حاجه حواليا. بلدك بخير يا حبيبتي، بلدك بخير. والله العظيم بلدك بخير. والله رجعت شغلي وبالتدريج ان انا استقبلت اولادي وبالتدريج رجال الحب، ودايما في صلاتي بدعي للرئيس السيسي والعميد والله اسامه. انت ما تصوريش لحد ما كنت داعيه كانوا بيطلبوا علاج غالي، كانوا يقولوا لي السجانات المأمور دفع لك حق العلاج وجابه، المأمور عمل لك كذا وجابه، المأمور بقيت قوي كده. ربنا يجازيك خير. لدرجه ان بشكر الرئيس السيسي على كل شيء عمله، وبفضل برضو حضرتك وزاره الداخليه والجيش والسيد اللواء مأمور العميد اسامه. نفسي حضرتك بالنيابه هو سامعك على فكره، هو سامع المكالمه من اولها ومنورنا ومشرفنا في الاستوديو. انا فاضله جدا يعني. هو منورنا ارجوك، يا عايزه تقولي له حاجه؟ هو منورنا وسمعنا. انا ما اعرفش حضرتك اللي هو معاكي، بس انا عايزه اقول لك ان هو رجع لي ثقتي في نفسي ورجع لي بيتي واولادي. لا وانت والله كنت يعني سيده فاضله، واحنا كلنا كنا مطلعينك مسجونه مثاليه. يعني انا عايزه اقول حاجه بس خايفه ان حد يزعل من اللي انا هقوله. لا اتفضلي قولي. يعني يا حضرتك انا طبعا لان دي كانت غلطه عمري، فما كانش حد حتى بيجي لي يشوفني او يزورني. فكان بصراحه المأمور دوت العميد ده لدرجه ان كان ما حدش بيجيب لي هدوم واكل، كان هو بيجيبها ويقول لهم ما تقولهاش عشان الحساسيه. لما خرجت عرفت حاجات كثيره، وبتمنى ان انا ازوره في بيته علشان ان انا اتقبل يدي واشكره واشكر الرئيس. بس برضو ارجع واقول رجوعي والشعب تقبلني والمجتمع ورجوعي للشغل يرجع بفضل ربنا سبحانه وتعالى والعميد اسامه والرئيس السيسي والجيش وزاره الداخليه بصراحه. يعني وتحيا مصر وبنشكر حضرتك. وتحيا مصر، ليه انا كنت هموت يعني 13 سنه يا عالم كنت هطلع عايشه ولا ميته؟ بعد الشر والحمد لله على سلامتك. مش قصدي تعيشي، لاني بصراحه بنصح الناس كلها نصيحة. اتفضلي. يا ريت قبل ما يمسكوا القلم ويمضوا على أي شيء يفكروا، يفكروا في مستقبلهم، مستقبل أولادهم، لأن ممكن ما يقابلوش ناس كويسة زي اللي أنا شفتها. صحيح. ربنا يكتر من أمثال حضرتك. لا طبعًا لا لا. وأسامة بيبقى أفضلك عليا. لا احنا بنشكره وقناة النهار بتشكره وبتشكر حضرتك وحمد لله على ألف سلامة. يعيش. وانا والله عشان مركزي انا كان اذكر اسمي لكن عيب. اتمنى احنا احتراما للخصوصيه وقناه النهار بتحترم جدا الخصوصيه. بنشكرك جدا مع الف سلامه. شكرا. لا شكرا فندم، مفاجاه جميله يعني. انا مش عارفه اقول لحضرتك. لا والله انت حضرتك يعني ربنا يجازيك خير. يعني فعلا ده تأصيل وتأكيد للسياسه اللي بتتبعها مصر، لان في اعداء كتير وفي خلل فكري في جزء في يعني نخبه بسيطه من المجتمع. احنا عايزين نأصل ونرسخ الامن الفكري عند المواطن، نقول له ما تستجبش للشائعات، عيش الحياه، عيش الواقع، شوف مصر ايه دلوقتي بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط، بالنسبه للعالم اجمع. احنا يعني بنقول ان ربنا كرمنا ان احنا قدرنا نستعيد بلدنا ونقضي على جزء من الفساد، وان شاء الله في برضه ما زال حرب على الفساد، بنقضي على الارهاب، بنقضي على الامراض المتوطنه، في مشروعات تنمويه. اللي احنا فيه اللي هو مساعده الغارمات، انا يمكن قلت لحضرتك الخطاب الديني بتاعها، ولكن ان الدوله بمؤسساتها برئيس الجمهوريه يطلق مبادره سجون بلا غارمات، ده عمل وطني وعمل عظيم. احنا لازم نشكر سيادته عليه. عمل عظيم. ونشكر مؤسسات الدولة الاخرى اللي هي صحيح. بتدعم هذا الموقف. انا بأشرف برضو ان انا عضو في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للمرأة كان برضو اطلق
يعني لا للعنف ضد المرأة، وده يعني جزء هنعمل. احنا محتاجين نعمل مع حضرتك حلقات كتير. اسمح ان شاء الله والأستاذة الدكتورة الفاضلة رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي ايمن بالمجهود رائع. شكرا. وعندنا في اسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي برضو رئيسة الفرع، يعني كلنا الحمد لله مستشارين بدورنا الوطني، وان شاء الله احنا بنطلب لمصر كده مزيد من الامن والامان والاستقرار والتنميه ان شاء الله. بشكر حضرتك ونورتنا وشرفتنا، وان شاء الله تبقى معانا في حلقات تانية كتير. اشكرك جدا. كل التحيه والتقدير لحضرتك والتلفزيون النهار. شكرا. تيجوا نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضلوا.